أحسن الله إليكم ما معنى قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا أكمل الآية ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس إذا حلفت أنك ما تتصدق حلفت أنك ما تصدق حلفت أنك ما تصلح بين الناس حلفت أنك ما تزور قريبك ولا تسلم عليه فلا يجوز لك الاستمرار على هذه اليمين بل الواجب أن تكفر عن يمينك وأن تفعل الخير ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس اعمل الخير والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير نعم.